من الطرق المشهورة جدا اللي الناس بتستخدمها عشان انها تهاجر، وشفت كتير قوي بيعملوها وهيعملوها، هي انك انت تروح تدرس في دولة من دول المهجر. ليه بقى؟ لان اكتر دول المهجر عاملة فكرة انك انت بعد ما تدرس دراسات معينة، حاجات معينة في الماجستير او الدكتوراه، بتاخد بعديها open work visa. في بعض الدول بتديها لك سنة لمدة سنة، وناس بتديها لك سنتين، وناس بتديها لك حتى 3 سنين، انك انت بعد ما تدرس حاجات معينة او دراسة معينة بتاخد open work visa. انا شفت ناس كتيرة قوي وبالذات من اخواتنا الهنود كانوا بيعملوا كده. يعني اكتر ناس كانت بتهاجر من الهنود كانوا بيجوا على ان هم يدرسوا الاول، يعني يدرسوا MBA، يدرسوا ماجستير معين، يدرسوا دكتوراه، وبعد كده بياخدوا حاجة اسمها open work visa بتتاح لهم ان هم يدوروا على شغل جوه البلد. مش يدوروا بس، كمان ان هم يقعدوا ويدوروا، يعني بتديهم فرصة. في بعض الدول بتديك سنة وسنتين وثلاث سنين ويمكن اكتر كمان على حسب الدولة. لو انت شاطر هتقدر انك انت تجيب منحة كاملة. منحة كاملة معناها ان هم هيدفعوا لك فلوس الدراسة وهيدفعوا لك كمان فلوس اقامتك وانت بتدرس. لو ما لقيتش ممكن تدور على نص منحة. نص منحة اللي هي فلوس الدراسة بس المعيشة على حسابك انت. وبعد كده لو ما فيش خالص هتضطر انك انت تدفع بنفسك الفلوس كلها. تمام. دول اوروبا هنا اعتقد زي المانيا وزي الدنمارك وزي كده، في دول كتيرة في اوروبا اصلا الدراسة فيها ببلاش للمواطنين والغير المواطنين، وبالتالي انت مش هتدفع بس غير تكاليف اقامتك. فدي من احد الحاجات او التولز او نقول الطرق المشهورة جدا اللي ناس كتيرة قوي قدرت انها تهاجر من خلالها، اذا كان في استراليا، اذا كان في نيوزيلندا، اذا كان في امريكا، اذا كان استونيا، اذا كان بريطانيا، اذا كان حتى سنغافورة بتعمل كده. لو درست في عدد او في جامعة من الجامعات المعترف بيها عندها، في الاخر هي بتدوك حاجة زي الاوبن وورك فيزا تدور على شغل، ولو لقيت شغل بتحولها للاي باس. فده كان طريق من الطرق اللي ناس كتيرة قوي قوي بتستخدمها. مش كل الناس بتروح انها تجمع نقط وتقدم على اقامة دايما من اول حاجة، او مش كل الناس بتروح انها تشتغل زي مثلا من هنا بشتغل مثلا وبعد كده مدة بقدم على الاقامة دايما وبعدين على الجنسية. لا، في ناس بتيجي دراسة وبتيجي وهم صغيرين بيدرسوا، وبعد ما يدرسوا زي ما انا قلت ياخدوا اللي هي الاوبن وورك فيزا اللي انا قلت عليها دي، وبعدين بعد كده بيقدموا الاقامة، وبعدين الاقامة الدائمة، وبعدين الجنسية. كل اللي عليك انك انت تعمله انك انت تشوف الجامعات المشهورة عندهم وتحاول تتواصل معاهم، ولو انت درجاتك عالية، لو انت معاك بكالوريوس مثلا واخد مثلا جيد جدا او امتياز، فانت ممكن تقدر انك انت تاخد منحة زي ما انا قلت، او على الاقل نص منحة. لو انت ما ينفعش ده ولا ده ممكن تتواصل مع الجامعات، تشوف ايه الجامعات الفري في الدول اللي هي دراستها ببلاش وتروح الجامعة دي. بس كل الحكاية لازم يكون معاك فلوس تقضي معيشتك. انا كنت قبل كده اتكلمت مع باشمهندس احمد من فنلندا، وكان هو جه عن طريق دي، كان جه عن طريق دراسة الماجستير. هو كان مهندس ودرس الماجستير وبعدين لقى شغل في فنلندا واقام، يعني كان طريق دخوله لفنلندا الدراسه. وهنا برضو اعرف كذا حد كان طريق دخولهم الدراسه في بريطانيا وفي نيوزيلندا. حدث ولا حرج، كل اصدقائي واصحابي من الجنسيه الهنديه واللي كانوا شغالين معايا في الشركات اللي اشتغلت فيها 90% منهم كانوا جايين دراسه الاول، ما كانوش جايين زي حالاتنا نقط هجره واقامه دايمه على طول. لا، دول جم دراسه الاول وبعد الدراسه خدوا الاوبن وورك فيزا دي، انا ما اعرفش كانت قد ايه ساعتها، ومنها ان هم قدروا يلاقوا شغل في مجال تخصصهم واشتغلوا وكملوا، واللي خدوا الاقامه والاقامه الدائمه. وكل اصدقائي اللي هم من الجنسيه الهنديه معاهم الجنسيه النيوزيلنديه دلوقتي ومقيمين وعايشين في نيوزيلندا. فدي من احد اللي هي الباثز اللي ممكن انك انت تفكر فيها لو انت مش عارف تجيب النقط المطلوبة عشان تهاجر. انا بتكلم على كل دول العالم مش دولة معينة، او الدولة مثلا ما فيهاش وظائف مناسبة ليك، ممكن تفكر في موضوع الدراسة. وكده كده اصلا انت لما بتدرس انت بتعلي نفسك وبتزود نفسك، يعني لما تكون راح تدرس ماجستير او راح تعمل دكتوراه، او حتى انت صغير بعد ثانوية عامة او بعد دبلومة سنتين وعاوز تروح تدرس بكالوريوس، ده حاجة كويسة كده كده هتزودك وهترفعك وهتخلي عندك فرص تانية في دول كتيرة في العالم. بس كده، شكرا جزيلا ليكم.